هوية بريس نحو إعلام هادف. الإله دحمان الكاتب الوطني جميع الوطن المضافي التعليم منضوية تحت لواء اتحاد الوطني الشعوب المغرب. طبعا هذه الندوة هي تندرج في إطار واحد الآلية تواصلية للتقاسم يعني الكثير من المستجدات والمعطيات مع نساء ورجال التعليم، يعني من خلال يعني الإعلامي الحاضر معنا المشكور طبعا على حضوره وعلى وفائه للحضور. وهي هذه الندوة تأتي يعني صبيحة يعني هذا التوقيع على الاتفاق ديال 10 ديسمبر 2023، هذا الاتفاق الذي لم يكن له أثر على محاولة استيعاب يعني الدينامية النضالية من جهة، ثم إيقاف الاحتقان المتنامي والمتصاعد داخل يعني المؤسسات التعليمية وداخل القطاع التربية الوطنية. طبعا جئنا لنوضح على أن هذا الاتفاق هو يندرج، لم يقم بهذه المهمة، لأنه يندرج في إطار نفس المنهجية التي تحكمت في الاتفاقات السابقة والتي أدت إلى الفشل يعني الذي هو الآن مسؤول على هذه الأزمة المتنامية والمتصاعدة داخل قطاع التربية الوطنية. نحن في الجامعة الوطنية المضافة للتعليم طبعا ومن خلال اللقاء الذي جمعنا بوزير التربية الوطنية يعني البارحة على الساعة 6:30 يعني أوصلنا رسالة نساء ورجال التعليم، وقلنا بأن على وزارة التربية الوطنية يعني أن تقوم بتنظيم حوار وطني متعدد الأطراف يشمل كافة النقابات سواء الموقعة أو التي لم توقع، وكذلك ممثلي التنسيق الوطني من أجل يعني طاولة حوار يتمثل فيها الجميع تحت واحد المبدأ ديال سحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة التفاوض وإلى طاولة التجويد وإلى طاولة تصحيح الاختلالات ديالو المرتبطة بكل القضايا يعني التي سبق وأن سجلنا ملاحظات عليها والمرتبطة أساسا بالمسارات المهنية يعني للفئات المتضررة، سواء تعلق الأمر بسلة المهام، سواء تعلق الأمر بسلة يعني تشديد العقوبات، سواء تعلق الأمر بالساعات الإضافية والساعات التضامنية، سواء تعلق الأمر بالتعويض عن العمل يعني بالعالم القروي، سواء تعلق الأمر يعني بتوحيد وتعميم التعويضات على كافة مكونات يعني الإدارية والتربوية، سواء تعلق الأمر بتعميم آلية ديال الترقية بالشواهد العليا، سواء تعلق الأمر بحل مشكل ديال الدكاترة، سواء تعلق الأمر بتعزيز الموقع القانوني ديال المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، سواء تعلق الامر بحل الاشكال ديال المتصرفين التربويين ديال التوجيه والتخطيط خصوصا الفوج ديال 2022 2029، سواء تعلق الامر بحل الملف ديال المبرزين او الملف ديال المستبرزين، سواء تعلق الامر كذلك بحل الملف ديال زلزال 10، سواء تعلق الامر كذلك بمحاوله التقدم في الرؤيه يعني تكون منصفه لحل الملف ديال الاطور واساسيدات يعني ديال التعاقد، لان اليوم النظام الاساسي لا يقدم اجابه مقنعه لهذه الفئه، سواء تعلق الامر كذلك بمربيات ومربو يعني التعليم الاولي او منشطي ومنشطات التربيه غير النظاميه او مدراء ومديرات مؤسسات التفتح الفني وغيره يعني من الفئات التي لم تجد ذاتها في لا في النظام الأساسي ولا في هذا الاتفاق. ولذلك قلنا اليوم آن الأوان بشكل في إطار المسؤولية الجماعية يعني أن نذهب جميعا حكومة ووزارة وصية وتنظيمات نقابية وممثلي تنسيق يعني تنسيقيات الوطنية، وأن نجلس على طاولة واحدة بصيغ مختلفة بآليات مختلفة، ولكن أن يكون هدفنا واحد وهو إنهاء حالة الاحتقان وأن يعود النساء ورجال التعليم معززين مكرمين وقد استعادوا كرامتهم وقد استعادوا هيبتهم وقد استعادوا حقوقهم إلى أن يؤدوا رسالتهم يعني داخل المنظومة التربوية والتكوين. والجامعة الوطنية المضافة للتعليم مستعدة كذلك بمعية مكونات الحركة النقابية أن تنخرط في حملة لاستدراك ما فات، لأننا لسنا دعاة احتجاج ولسنا انتهازيين ولسنا وصوليين كما يريد البعض أن يوضح، وكأننا نناضل بأجندات غريبة على الشغيلة التعليمية. أجندتنا الحقيقية هي أجندة الشغيلة التعليمية، وأفقنا هو إنصاف الشغيلة التعليمية، ومعركتنا أيضا هي استعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية والتعاطي والاستجابة لملفها المطلوبي. إذن هذه هي يعني كل الحيثيات والمعطيات المرتبطة بتنظيمنا لهذه الندوة التي تأتي في سياق اليوم الأول من المحطة النضالية التي أعلنتها الجامعة الوطنية المضافة للتعليم. هوية بريس نحو إعلام هادف.